ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقف ودنا من الإمام استمع ولم يلقي وكان له بكل خطوة حمل سنة قيامة وقيامة. شو السؤال؟ يعني ايش ساعة هذا الحديث؟ يعني والشرح الشرح واضح. شو أجود مأشكل عليك؟ شو المشكل عليك منه حتى نشرحه؟ يعني كل خطوة يتخطاها المسجد 10 سنة؟ يعني هذا كثير على الله عز وجل أن ينعم على عباد المؤمنين فليكن كذلك. لكن أن تفكر من الذي يفعل هذه الصفات كلها حتى يكون هو هذا الأجر. امسك الحديث من أوله. من غسل يوم الجمعة واغتسل. إيه. إيش معنى غسل واغتسل؟ هل هذا أولا يتمكن منه كل إنسان؟ الجواب لا، إنما هو المتزوج، لأن من غسل كناية أنه جامع زوجته وحملها على الاغتسال. فإذا هذا حديث لا يشمل أعظم. ماشي؟ هي أول عزي، أول تصفية يعني. ثانيا، هل كل متزوج يوم الجمعة بحقق أن يغسل زوجته؟ يعني أنا بدي يا شيخ أنه هو يغسلها، يعني يحملها على الاغتسال، يعني يحملها يعني هي تغتسل. أيوة، يعني يجعلها تأتي عملا يجب عليها الاغتسال وهو الجماع. أكثر الآن المتزوجين هل يطبقون هذه السنة بحيث أنه هو يجامع زوجته فيجب عليه أن يغتسل غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، ثم المرأة بدورها يجب أن تغتسل؟ يعني أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل يعني؟ لا، وعظيم عظيم، لكن سهل يعني. بينما أمر ليس كذلك. فمن غسل واغتسل وبعدين بكر، مين يبكر لصلاة الجمعة؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث معروف هذا. لكن الشيخ الساعة الأولى من متى يعني؟ واحدة عربي. يعني بعد طلوع الشمس، يعني ما نشرق، يعني بعد شروق الشمس. ايه قدرنا. هو هذا. ايه وغسل واغتسل وبكر وابتكر وبعدين ومشى. ايه ولم يركب. هذا تأكيد انه مشى، تأكيد انه مشى وما ركب. طيب، واكثر الناس اليوم يركبون. طيب، ودنا من الإمام. من الذي يدنو من الإمام اليوم من هالجماعية اللي يدخل المسجد؟ نادر جدا جدا. لذلك ما أظن أنه هذا يعني تطبيقه سهل حتى تستعظم أن يكون له هذا الأجر الكبير. الحمد لله. يهديكم الله ويحفظكم ويبارك. ايه غيره؟ ولم يرغوا قال له بكل خطر عمل سنه. ما بغى يعني ما تكلم ولا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب هكذا. لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل.